ماذا لو كان نادي الكهرباء ناديا جماهيريا؟ هذا اللي لفت انتباهي في أثناء تعلق، طبعا تعلق من مواسم، مو بس هذا الموسم، بس هذا السنة تعلق خارجي لنادي الكهرباء، النادي البرتقالي التابع إلى وزارة الكهرباء اللي تأسس في نهاية في مطلع الألفية. السؤال، نهاية التسعينات مطلع الألفية، طبعا البعض يقول ليش تريده جماهيري وشنو فائدة جماهيري واكو فرق جماهيرية أسوأ من عنده. نعم هذا الحش صحيح، لكن كنت أتمنى وممكن الدولة تتصرف بطريقة جيدة بحيث تحول هاي الأندية اللي بلا جمهور، يعني شبه منعدم الجمهور مالتها، ممكن بطرق نقدر نخليها تكتسب بعض الجماهيرية، وإذا مو جماهيرية فالمدينة اللي بيها تشجعها. يعني نادي الكهرباء الآن إن شاء الله مرشح إنه يصعد للدور الثاني، عنده مباراة أمام الكويت الكويتي، لو تعادل أو فاز بها بداخل أرض الكويت بيكون صعب الكويت برضه، بس حتى لو تعادل راح يكون أسهمه زادت بالصعود، تبقى المباراة الأخيرة مع النجمة إن شاء الله يحاول يفوز بها، بل حتى لو تعادل بالمباراتين مع الكويت والنجمة قد يتأهل أول. زين هذه شغلة، وطبعا الوحدات والكويت راح تروح مرادم، فاحتمال التعادل او فريق يخسر الثاني تفيد الكهرباء، الكهرباء ان شاء الله فرصته. لكن ليش انا تمنيت نادي جماهيري؟ اللي انا اقول لك لانه اخواني الرياضه بالذات، احنا هسه دوري المحترفين بالعراق، على فكره اللي ما يقبل بكلامي اقول له يعني انت ما تقبل دوري المحترفين، والبعض يقبل يروج لدوري المحترفين ويقبل انه انديه ما لها جمهور ويقبل انه انديه حكوميه بالكامل، فهذا الشيء ما يشبه شيء. انديه الكهرباء، الكرخ، النفط، هاي يعني تقريبا هي ثلاث فرق هاي المحترمه، فرق الوسط بنسميها، كان الصناعه ويمتلك ملعب تعرفون، بس يراد له شويه ترتيب، شلون هسه امانه بغداد كذلك نسيت، هاي الاربع فرق هي فرق الوسط في بغداد اللي احيانا يتحقق المركز الرابع او الثالث. هاي الفرق تمتلك ملاعب، فالكهرباء ما يمتلك ملعب بس يمتلك اداره ناجحه وفريق محترم، لكن شنو اللي يعوسه؟ جمهور ماكو، يعني الكهرباء والكرخ ما يلعبون بس اصوات المدربين تتعالى، فلان ارفع فلان اكبس، تمام. اذا لعب النفط والكهرباء كذلك، شوف يعني فرق هاي بصراحه محترمه، المباراه الكرخ والكهرباء مباراة ندية وفريقين يلعبون ودارات محترمة، لكن وين المشكلة؟ جمهور ما. فالكهرباء اليوم يلعب مباراة مع نادي قوي، الوحدات معروف، هو الوحدات والفيصلي، والوحدات صاحب جمع شعبية، الأردني من أصول فلسطينية والفيصلي الأردني الأصل، فنادي يعني مشهور ولو مو ما عنده شيء على بطلاسي، بس يعني نادي محترم بالمنطقة على مستوى الأردن. اليوم مباراة يعني حاضرها كم نفر ملعب البصرة الدولي، شايفين شلون؟ فلا هو عنده شعبية بالبصرة ولا هو عنده شعبية ببغداد، فحضر كم شخص انه يريدون يشجعوا الفراق، فريق عراقي يستحق التشجيع. لكن انا قلت لو كان نادي الكهرباء نادي جماهيري مع هاي الادارة مع هذا الدعم من وزارة الكهرباء، شلون يكون ليش؟ شنو فائدة الجمهور؟ على انه شيء يعني ملعب مقبط وحماسة وكذا. اولا من ناحيه العوائد، انت صحيح الفرق هاي كلها ايضا الطلب القوه الجويه الشرطه ايضا تاخذ ميزانيه من الدوله، لكن شنو اذا مباراه مثل الشرطه والجويه الطلبه والزوراء وهكذا، يعني فرق المربع البغدادي او انديه المحافظات مثل اربيل دهوك زاخو، هاي اذا لعبه مثل يحضرها 10,000 متفرج، على حاليا ما كل البطاقات كلها بفلوس 10,000 او 5,000، ايضا راح يدخل ملايين بالمباراه الواحده، يعني تفيد الفريقين، تفيد الاتحاد، تفيد الوزاره. زين الباعه المتجولين، اصحاب المحلات، اصحاب التاكسي، يعني حركه، اكو حركه، شايفين انتم شلون؟ القنوات اللي تريد تدفع فلوس فقط ملخصات، المصورين اللي يردون يصورون، هاي كلها فلوس. لكن في مباراه يعني مثلا مثل ما قلت لك الكهرباء الفريق المحترم، الكارخ النفط، لا الجمهور ما تقدر تستفاد منه نهائيا، ماكو حركة الباعة، ماكو أصحاب التاكسيات، أصحاب الباصات، الوقود اللي راح يعني هاي كلها ترى دول العالم أنا شايفها، العملية التسويقية والتنظيم الرياضي مثل ما قلت لكم هذا مجالي،
فهذه كلها يعني، فهذه اللي حزنتني. انا فرحت بالكهرباء، ويمكن دائما انشر على انتصاراته وابارك لهم، ودارته محترمه وفريق محترم، لكن يحس بالنفس انه الكهرباء او الكرخ، حتى الموسم الماضي كان جيد في البطوله، في الخارج لعب في البطوله الاسيويه، لكن ما كل جمهور زين. شنو المقترحات؟ مقترحنا بس ما حد راح يطبقها، من زمان مقترحه غيري هو حل وحيد، اندماج الفرق الغير جماهيريه والذات الحكوميه مع بعضها، وتوزيع يعني فرق محترمه تخليها مناطق. البعض يقول لك هذا تابع الوزاره لازم بسنتر بغداد، هو مو صحيح. الكهرباء هي تغطي عموم العراق، والنفط هو في عموم العراق، واصلا النفط ما موجود ببغداد، بموجود بالمحافظات، وكذا الصحه وكذا هذه. فممكن الدوله انه توزع على يعني اقليم كردستان وزاره توحد، بس ممكن المحافظات الباقيه يعني 15 محافظه اوزع على كل محافظه تطيح الصنادي، يكون نادي تابع لهاي الوزاره بالمحافظه. يعني البحر تابع لوزاره الدفاع، لكن لان البصره بها الموانئ فقط، فموجود النادي البحري في البصره، وعنده ملعب محترم يعني شبه دولي، يعني لو بطولات الناشئين اسيا والعرب ممكن ياهلون الملعب هذا يلعب به. البحر جدا ادارته نشطه بهذا المجال، وكان فتره هو بالممتاز مثل ما تعرفون. ف لو الكهرباء مثلا محافظه بالذات اللي ما عندها نادي يتأهل ممكن يصعد، مثلا بالديوانية، مثلا بالحلة، هسه أقول قريبة على بغداد، مثلا الكود، يعني نادي خلاص وزارة الكهرباء وتفعل تدعم هذا النادي، يعني ما المحافظة ذيك ما لها دور بالنادي، ما لها علاقة. شلون نفط ميسان؟ صحيح هو إدارتك كلها، فنفط ميسان بالعمارة، مركز العمارة، نسوي مثلا نادي الكهرباء على سبيل المثال بالكود. نادي الكوت عادي يمشوا ميزانيته وما لنا علاقة به، الكهرباء هذا دعم نادي الكهرباء للرياضة، وزارة الكهرباء للرياضة مسوينا ملعب الكوت. وزارة النفط تشيل المصافي وكذا مثل تحطها في صلاح الدين. وزارة مثل التربية أعتقد عندها نادي اللغة مثل، تخلي نادي بكذا، فتوزع الأندية هاي اللي ببغداد. فقط الكرخ يمكن وضعه صعب، لأنه هو أيضا يحمل اسم منطقة الكرخ في بغداد. فالكرخ يعني أنا مستغرب ليش ما له جمهور ببغداد، رغم أنه نادي محترم ويستحق جمهور. فقط الكرخ يعني، حتى الصناعة عنده ملعب محترم، بس الصناعة مثل حطها مثلا بالسماوة، وزارة الصناعة تدعم الرياضة فتسوي ناديها بالسماوة وتسوي له ملعب وكذا، راح يكون له شعبي. هو البعض يقول يعني إذا حطيته بهاي المحافظة راح يشجع، نعم، والدليل نفط ميسان. نفط ميسان حاليا اذا لعب بالذات في الفرق الجماهيريه يجي جمهور العماره، ما له علاقه نفط ميسان، العماره ميسان، ذولاك الناديين اللي هم بالعماره، يعني هو قديم العماره وبعدين نادي ميسان، هذا نفط ميسان. ويقول لك انا نادي مدينتي، انا هسه من اهل الناصريه، اذا الدوله سوت نادي حكومي بالناصريه ثقوا راح اهل الناصريه يشجعونه، رغم انه نادي الناصريه الام ينافس على الصعود يعني، وناديهم الام. ليش؟ لانه ايضا نادي، هي فقط يعني الميناء حاليا نادي حكومي، هو يعني مو هي كل انديه حكومي، اقصد نادي تابع للوزاره تابع للنقد، بس البصره نادي بمدينتهم، يعني نادي مدينتهم فيشجعون. فهيج يعني مثل ما انت سويت وزاره النقل، سويت لك نادي بالبصره، وزارة الدفاع سويت نادي بالبصرة، وزارة النفط سويت وإن كان تابع الشركة، سويت بالبصرة وسويت بالعمارة سويت بالنجف وبكركوك، سوق كل محافظة عراقية الوزارات قلة لا تظل ببغداد، لأن بغداد صارت ألف نادي، لهذا هو بدون جمهور. يعني نادي الكهرباء لو كان بالكوت راح أشوف، حتى لو اللعبة مو بالكوت يمكن لو بالبصرة راح يصير ترحال على البصرة، لانه بغداد ما تتحمل بعد اربع انديه فقط جماهيريه، هاي لها شعبيه حتى بالعراق. ممكن انا هس اتحدى واحد يقول انا شجع الكهرباء، كنعم انت كعراقي تحب الكهرباء وتحب النفط وتحب الكرخ اذا لعبوا برا، بس بالدوله مثل ما عندهم جمهور. فاتمنى الدوله ممكن تفكر بهذا الشيء، غير هذا راح تبقى انديتنا شلون انبي بمصر وكذا، انديه محترمه وتشارك بالخارج، بس للاسف الجمهور مهم ماديا ومعنويا. تحيات لكم، وان شاء الله الكهرباء
يكون أول متاهلين للدور الثاني، حال الزوراء أيضا كذلك، انتعشت آماله وقوة جوية إن شاء الله ولو مهم تصعب.